السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جمال هلال مدرس بالمجمع التكنولوجي التعليمي المتكامل بالفيوم. هنتكلم النهاردة عن الدرس الثاني في الوحدة الرابعة، معدات التحميل والرفع المستخدمة في الورش الميكانيكية. وطبعا معدات التحميل دي بدونها لا يكتمل العملية الصناعية في أي ورشة أو في أي مصنع أيا كان، لابد من تواجدها سواء أوناش سواء عربات مناولة سواء وهكذا. وهنتعرف على كل الكلام دوت بالتفصيل أثناء الدرس. معدات مناولة المواد داخل الورش الأهداف اللي هنتعرف عليها في خلال الدرس، معدات نقل المواد، معدات تحريك المواد، الأسباب المؤدية لحوادث الرافعات والأوناش، متطلبات السلامة في استخدام الأوناش والرافعات. عندي أنواع معدات مناولة المواد، في ثلاث أنواع رئيسية وهما معدات الاحتواء ومعدات الاستخدام ومعدات التحريك. معدات الاحتواء التي تحتوي على المعادن أو أي شيء آخر يجب تحميله، فيبد أن نرصه على هذه المعدات سواء بقى منصات، صناديق، حاويات. الحاويات وهي الكونتينرز اللي موجودة على عربات النقل التقيلة، بحيث إن عايزة تنقل أي شيء فبيعبي جوه الكونتينرز ده لأي شيء أنا عايز أنقله سواء في دولة أخرى أو من محافظة لمحافظة. عندي معدات الاستخدام وتحزيم وتغليف، اللي هو أنا أقدر إن أنا أحزم الحاجة ديت أو أغلفها. معدة المنصة. تالت حاجة معدات التحريك زي السيول والأوناش والعربات والروبو، الحاجات دي اللي بتقدر تنقل الشيء بحاجة بسيطة. أنا مثلا عندي موتور عربية في مصنع، الموتور ده مثلا طوله طن أو وزنه طن أو 2 طن، وعايز طبعا أنقله لأدخله جوه المصنع أو على ماكينة معينة، لابد من تواجد ونش في السقف بحيث إنه يقدر ينقل الموتور ده بسهولة، لأن طبعا صعب على إن أنا أقدر هنقوله من مكانه كده بالعمل البشري. عندي معدات الاحتواء من ضمنها زي المنصات او ما يسمى بالطبليه. الطبليه ديت اللي رص عليها الاشياء او المعادن او اي شيء اخر بحيث اقدر انقلها بسهوله. طبعا بيقول لي هي طبالي مسطحه تستخدم كوحده حمل قياسيه، توضع وتثبت عليها الاحمال لاغراض الانتقال والتخزين. تاني حاجه الحاويات اللي هي كونتينرز، قلنا ان انا اقدر احط جواها اي شيء، طبعا بتستخدم في الشحن المنتجات والنقل بين المناطق الانتاج وهكذا. في بقى الصناديق. الصناديق دي بتبقى صندوق مغرق سواء بقى مستلس حديد او اي مشابه بعجل. طبعا الصناديق دي ان انا اقدر اعبي جواها اي شيء انا عايزه، واقدر اتحركها يا اما عن طريق الطبليه، احطها على الطبليه واشيلها بونش او بما اخر، او ان هي ليها عجل بتقدر تتحرك قدامي. عندي معدات بقى تحريك المواد زي العربات اليدويه، ما بيسمى الجاك، ان انا اقدر احط العربه دي بتدخل تحت الطبليه او الصندوق دوت، واقدر ارفعها عن طريق كوريك او بيستن، وبتدي ترفع وبتدي تتحرك في المكان اللي انا عايزه، او زي اللي قدامنا دي كده اقدر احط حاجه عليها وبتدي حركها بسهوله. طبعا كلها جاكات طبعا بانواعها. في بقى عربات وطاولات العده داخل الورش. العربات دي او الطاولات ديت اللي انا بقدر احط عليها العده التي تستخدم في الورشه او في المصنع، لها طبعا دواليب ولها الرف العلوي بتاعها. كلها دي اشكال خاصه بالطاولات. في عندي بقى طبعا عربه النقل ذات الشوكه اللي هو الفورك ليفت او الكلارك. الكلارك ده طبعا لابد من تواجده في اي مؤسسه صناعيه لنقل الاوزان الثقيله التي لا يمكن نقلها بالعمل البشري او عن طريق الجاك والعربات وهكذا. طبعا بتعمل لي عمليه تسهيل للنقل زي مصانع السيراميك وهكذا. يعني عندي بقى طبعا معدات نقل المواد زي الاوناش. الونش ده طبعا لازم ان يكون موجود في اي ورشه او في اي مؤسسه صناعيه في الاعلى في السقف، بحيث ان انا زي ما قلت عايز موتور مثلا ادخله على مكنة ما، فما اقدرش ان انا انقله بالعامل البشري، ممكن اكسر فيه حاجه لو هو تقيل طبعا ما اقدرش اشيله، فبالتالي لابد من الونش بحيث ان هو يقدر يحزمه عن طريق اللام ويرفع ويبتدي يتحرك عادي يروح للمكنه المطلوبه. زي مثلا عندي مكاب الدف، مثلا مكاب الدف انا عندي موتور عايز اتكب بالمكاب دوت في ثقب مثلا في الموتور ده عن طريق المتقاب الدفع. فطبعا الموتور مش هقدر ان انا احطه تحت متقاب عادي، بحيث ان انا عايز ادخل في مكان معين، فصعب ان انا احرك الموتور كل شويه من جنب لجنب. فمتقاب الدفع بيسهل لي انه يروح
هو اللي بيتحرك على الموتور ده او على القطعه دي بحيث تبقى في المكان اللي انا ايه عايزه، بحركه عن طريق الايه مجاري وايه وفرش على المتقاب دوت. طب الموتور دوت لازم ايه ان انا اقربه من متقاب الدفع، فلا بد من ان يكون في هناك ونش يقدر يرفع الموتور ده ويحركه يوديه للمكنه دي بحيث ان انا اقدر عمليه ايه اعمل عمليه التقبيل بسهوله جدا. دي طبعا كلها الكابلات للرفع بتبقى راكبه في منتهى السير او السلسله بتاعت الونش بحيث الايه ان انا اقدر اربط الحاجه كويس جدا وابتدي ارفعها زي بكره الرفعه وهكذا. عندي بقى السيور بستخدمها لعمليه خط الانتاج وما شابه، او ان انا اقدر ارفع بيها شيء معين. طبعا بيبقى في منها انواع زي السيور الزلقه وسيور الحزام وسيور البقره سيور عجله وشريحه وسلسه وسيور خط قاطره زي خط القطر كده وسيور حامل متحرك سيور فرس سيور بعربه نقل على خط سيور بالطاقه وسيور على حره الحركه. دي اشكال السيور هي السيور اللي هي المطبق بتاع خط الانتاج ديت بحيث ان هي تقدر تلف وخط الانتاج يودي الشكل اللي انا عايزه في اي مكان او القطع المصنعه في اي مكان. عندي بقى اهم شيء اسباب حوادث الرافعات والاوناش. من اهم الاسباب حوادث الرافعات والاوناش الاعطال المعدات طبعا زي تمزق احدى الحاملات، يعني مثلا خطاف انكسر اتقطع سير او واير مثلا اتقطع، فطبعا ده بيبقى حدث فجأة غير طبعا لازم يكون في صيانة دورية للحاجة دي. تمزق خطاف او مسمار ذو هورة، عيوب في المفاتيح الحدية، في ردود فعل غير سليمة من المشغلين مثلا زي التأرجح حركة الشحنة دي او الحاجة دي اللي مرفوعة فتتأرجح، فطبعا دي غلط ممكن تكسر اي شيء. اعادة وضع مسمار ذو هورة او خطاف او رباط اثناء عمليه رفع، يعني مثلا برفع شيء وعايز احط مسمار ايه يامن الموضوع فطبعا ده خطا. الحملات التي لم تربط او لم تؤمن جيدا، يعني انا عايز ارفع حاجه من الالواح المعدنيه مثلا كميه من الالواح المعدنيه عدد الالواح مثلا او رفع مجموعه من الانابيب او انزلاق الحمل لسوء تقدير مركز الصك بدا الحمل يروح يتزحق يحصل له انزلاق كده، عدم احكام الحملات على الحمل قد رفعه الى اخره، يعني مثلا انا ما ربطتش الحاجه دي ربط كويس فيبتدي تنزلق فتبتدي تتفك من ايديه وهي مرفوعه ممكن تنزل على حد يحصل ايه يحصل حوادث او كوارث. طبعا عدم الالتزام بالتعليمات زي الوقوف تحت الحمل السير تحتيه او الوقوف تحتيه طبعا ده خطا. دخول منطقه الرفع طبعا بيبقى هناك لازم لابد ان يكون شريط اصفر او علامات تحذير وهكذا العلامات الارشاديه بحيث ان ممنوع اي حد يخش ايه اثناء رفع بالونش ده او بالفورك ليفت. الخطا البشري بقى طبعا عدم الدقه في تقدير الوزن الحمل الذي سوف يرفع، زي مثلا عندي فورك ليفت مثلا ممكن ان يكون وزنه 3 طن او 5 طن، فانا اجي اشيل مثلا هو وزنه 3 طن اروح شايل مثلا حمل مثلا وزنه 3 طن ونص او 4 طن، ابص الاقي الفورك ليفت او الكلارك ده ابتدى يترفع من الخلف على ايه انه يكب على وجهه قدام، فده طبعا خطا لابد ان يكون في تقدير لوزن الحمل الذي سوف يرفع. عدم تثبيت مسمار من مسامير تأمين الحمل في الهيكل، عدم توقع الخطر خلال تفكيك مثلا المعدات المستخدمة في عملية الرفع، سوء التنسيق في الرفع يعني سوء تنسيق في رفع برفعتين وهكذا. من كل دي ايه دي امور خطأ. طبعا عندي في سوء اعداد موقع العمل، الارضية طبعا عليها زيت او فيها رخوة لتتحمل ضغط الركائز الحاجات الثقيلة او قيادة آلة فوقها، وجود مصارف او بلوعات لا تتحمل ضغط الركائز وهكذا. يعني طبعا هبوط في الارض ممكن يكون الارض دي لو مش مسافلتها كويس طبعا ممكن يحصل هبوط. طبعا في حاجة اسباب حوادث رفعات والاوناش حاجة مهمة جدا، الكسور الميكانيكي والكسور التعديلي. الكسور الميكانيكي زي تلف او صدأ مسمار تثبيت في السك المفردة، يعني مثلا مسمار كان صدأ او تلف فكسر بسرعة، فطبعا ده بيحدث فجأة مباشرة فممكن يحدث ايه عن طريق كوارث، فطبعا بيقول لي ده ممكن يحصل فيه تلف مباشرة من غير ما ايه لم يتم الاشعار به. طب الكسور التعديلي زي مثلا حلقة في سلسلة معينة مثلا وزنها بيبقى 5 اطنان او اكثر، طبعا
الحلقة دي بتبقى رفع حملها وزنه 5 أطنان، 5 أطنان ينبغي أن ترفع 27 طن بسبب ضعف إيه؟ معدنها. طب إزاي؟ فبيحدث كسر إنها رفعت حمل أكبر من الحمل بتاعها، فممكن يحدث إيه؟ لها كسر مباشرة من غير معدنها. طبعا ده يسبب كوارث. أسباب حوادث الرفعات برضو من ضمن الأحوال البيئية والجوية، سواء المطر والهواء والرياح وارتفاع البحر وهكذا، ضعف الرؤية بيبقى فيه مثلا انضباب معين، فمن الرؤية بتبقى ضعيفة وهكذا. طيب السلامة بقى في استخدام الأونة الجاية، يجب فحص الونش قبل بدء العمل، يبقى لازم أفحص الونش جيدا، وخصوصا الجزء الذي يتم الرفع به، سواء سلسلة سواء واير، كل الأجزاء دي لابد أن يتم فحصها جيدا حتى أتفادى هذه الحوادث. يجب فحص ويرات أو سلال أو أحزمة التصميم قبل بدء العمل، معرفة وزن الحمولة طبيعتها، لازم أقدر وزن الحمولة، شهادة المعايرة للونش وملحقاته السعرية، لازم يكون في شهادة معايرة إن الونش ده بيتعاير دوريا، الإطلاع على رخصة الوانش اللي هو العامل الونش الوناش عامل الونش وخبرته، زيادة زيارة موقع العمل ودراسته وتحديد معوقات العمل والحركة للونش، عمل خطة الرفع والتصميم وتصحيح بدء العمل، عزل منطقة العمل زي ما قلنا، لازم يكون فيها علامات إرشادية والشريط الأصفر وعلامات تحذير، توعية الأفراد وتدريبهم، لازم يكون في توعية للأفراد دوريا وتدريبهم بصفة دورية على الأحدث طبعا برضو، وعلى كيفية التعامل مع هذه الحوادث أو الحاجات دي. فحص أجهزة السلامة للمنش، لابد من ايه؟ من فحص الاجهزه السلامه للونش، ربما يكون في شيء معين، لمبه مفصوله، اللمبه دي بتبين ان في خطر معين وهكذا. كده نكون خلصنا الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.